بسم الله. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل مسطح ونكتب عليه اي كلمة، وليكن مثلا الشكل اهوت، ده سيرفيس، واقول له انا عايز تكست. اقول له انا عايز مثلا اكتب كلمة سبريت، اختار مثلا هنا الهاي 3 والستايل والفونت زي ما انت عايز. اوكي اهوت. طيب بعد كده هفجر الكلمة ديت، اكسبلود، على اساس ان انا اقدر اتحكم فيها اهوت. وبعد كده هقول له انا عايز اعمل سبيت، اختار الشكل بتاعي الاول والسنتر، وبعد كده اختار الشكل دوت واقول له قطع، فاصبح ده منفصل عن دوت. تمام. اللي هيثبت لك برضو ان دلوقتي اللي هيثبت لك ان دي بقت منقطعة عنها، خلينا نعمل امر اكسترود اكسترود سيرفيس اهو بالشكل دوت. تيجي تلف الشكل تلاقيه بالشكل دوت، يبقى معاك اكتر لو انت مثلا اخترتها شديد. لا شكله هو بقى مجوف زي ما انت شايف.